ثابتة للمنتخب السعودي، ضربة ركنية. النشات ردت فعل الآن من عناصر المنتخب السعودي. محمد مالي داخل المنطقة، ركلة جزاء. كوري لا يتردد، على طول يشير إلى وجود ركلة جزاء للمنتخب السعودي. هنا كيم داينونغ، إذا منتخب السعودي يتحصل على ركلة جزاء. عبد العزيز داود، عبد العزيز داود إذا يقع في المحظور داخل المنطقة المحظورة في هنا في كرة عرضية. محمد مالي، هل هناك إعاقة في هذه اللقطة؟ مالي سقط، ثم الحكم احتسب ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي. حمد العبدان، إذا حمد العبدان المشاهد هدف العودة للمنتخب السعودي. ردة فعل سريعة، ردة فعل سريعة للمنتخب السعودي. هنا سالم الحارث في مواجهة حمد العبدان. العبدان، حمد العبدان، لكن الحارث، الله يا الحارث، يتألق سالم، يتألق سالم لكي يبقي الشباك سليمة. هنا في شوط المباراة الأول شاهد حمد العبدان وضعها على يمين سالم، لكن سالم ثاب، لم تكن في الزاوية البعيدة.